بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في محاضره جديده في كورس السوليد ستيت الكترونكس. في المحاضره دي ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من كتاب من شابتر 2 في كتاب دونالد نيمان. طبعا احنا اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت على تطبيق شوردنجر ايكويشن وازاي نقدر نستفيد منها في حساب الويف اللي يقدر يعملها التايني بارتكلز، ونحسب كمان الانرجي الخاصه بالبارتكلز دي. طيب هنبدا نطبق ان شاء الله في المحاضره دي على تو اكزامبلز اللي هم الانفينيت بوتنشال ويل، ونطبق على البوتنشال بارير اند تانلينج، هنطبق عليهم معادله شرودنجر ايكويشن، وبعد كده هنجنرالايز المساله من الكارتيزيان كوردينيت للسفيريكال كوردينيت، ونبدا نتكلم على اناليسيز لايزوليتد اتوم فيها اونلي 1 الكترون، وبعد كده هنتكلم على تفسير محتوى البريودك تيبل باستخدام نتائج شرودنجر. هنبدا الاول مع التايتل الاولاني اللي بنسميه انفينيت بوتنشال ويل. طبعا واضح جدا قدامنا يعني ايه انفينيت بوتنشال ويل، معناها ان في الكترون باوند، الكترون موجود في البير ده او موجود في الويل ده وله طاقه فاينايت، وبعدين الويل ده الجدران بتاعته قيمه الفي عند الباوندرز دي بتروح للمالا نهايه، صح كده؟ يبقى انا عندي هنا الكترون باوندد موجود في المنطقه ريجون 2، والجدران بتاع البوتنشال ويل ده قيمته راحه للمالا نهايه كقيمه جهد، يبقى الجهد هنا في المنطقه من ماينس انفينيتي للصفر قيمته ما لا نهايه، وبعد كده من صفر لايه قيمته صفر، وبعد كده من الايه للمالا نهايه قيمته ما لا نهايه، يبقى الفي بتغير مع البوزيشن اكس، مفترض ان الالكترون بتاعك باوندد او موجود في ريجون رقم 2. طيب دلوقتي احنا بقى عايز تجيب الويف فانكشنز او عايز تجيب احتماليه تواجد الالكترون في المناطق المختلفه دي، فكل اللي احنا هنعمله هنروح نقول ايه؟ هنروح دي معادله شروط ايكويشن وده قيمه الفي، فانا كل اللي هعمله اروح احط قيمه الفي في المناطق المختلفه وابدا اشوف الساي اللي تحقق المعادله. مبدئيا كده الفي في المنطقه 1 و3 بتروح لما لا نهايه، فانت هتروح تحط الفي بما لا نهايه. طبعا ما لا نهايه زائد حاجه مضروبه في حاجه زائد حاجه المفروض كل ده يدي ما لا نهايه، لكن طبعا لو ادى ما لا نهايه معنى كده المعادله دي مش هتتحقق، لان المعادله دي المفروض ان الكلام ده كله لازم يساوي كام؟ يساوي صفر. معنى كده ايه؟ معنى كده انه الفي لو بما لا نهايه عشان تبقى المعادله متحققه لازم الصاي اللي هيتضرب فيها الما لا نهايه لازم تبقى بصفر، لان صفر في ما لا نهايه بصفر. يبقى اذا كان الفي بما لا نهايه فاللي يحقق المعادله ان الصاي بصفر، ومعنى ان الويف اللي هيعملها الالكترون في ريجون واحد او ثلاثه تساوي صفر. وطبعا ده شيء برضو منطقي لان الالكترون زي ما اتفقنا هو باوندد في المنطقه رقم 2 وله طاقه فاينايت، وطالما انه له طاقه فاينايت معنى كده ان طاقته مش هتقدر ان هي ايه تتغلب على الانفاينايت بوتنشال في، وبالتالي مش هيقدر ان هو يتواجد بره الريجون 2، وده معناه ان ساي 1 وساي 3 تساوي كام؟ تساوي اصفار. طيب نرجع بقى نهتم بقى بالويف داخل ريجون نمبر 2 اللي فيها الجهد قيمته بصفر، فروح احط الفي بصفر في معادله شرودنجر ايكويشن، فالمعادله بالشكل ده تتحول من الشكل ده للشكل ده. طبعا هنا بصيت على المعادله الاقي عندي داله الويف اللي هي ساي اوف اكس في المنطقه رقم 2 بتفاضلها مرتين، فينشا عندها داله مضروبه في ايه؟ مضروبه في ثابت. يبقى دلوقتي لو انا فضلت ساي نفسها مرتين الاقيها بتطلع هي هياها مضروبه في ثابت معاها اشاره سالبه. طيب معنى كده ان اللي يحقق المعادله ايه؟ اللي يحقق المعادله يا اما داله كوساين يا اما داله ساين، وانت ما تقدرش ايه؟ تجزم هي كوساين او ساين، فبتحط الجنرال سوليوشن، بتحط الحل الكامل بتاعك، يبقى الحل بتاع الساي الويف بتاعت الالكترون في المنطقه رقم 2 هيبقى عباره عن داله كوساين كي اكس بامبليتيود اي 1 وساين كي اكس بامبليتيود اي 2. طبعا الكي عباره عن ايه؟ انت دلوقتي لما تيجي تفاضل الكوساين مرتين على سبيل المثال هيديك كي سكوير، وانت هنا لما تفاضل الساين مرتين يديك الثابت ده، صح كده؟ معنى كده ان الثابت ده يساوي كي سكوير، وبالتالي يبقى الكي هو عباره عن السكوير روت لغايه لمين؟ ل2 ام اي اوفر اتش بار سكوير. تمام كده؟ يبقى احنا كده عرفنا الايه؟ الويف فانكشن هنا صفر وهنا ليها قيمه الاي كوساين زائد اي 2 ساين وهنا صفر. بس احنا دلوقتي عندنا ثوابت اي 1 واي 2 وعندنا قيمه الاي ما اعرفهمش، وبالتالي انا عايز اجيبهم، وعشان اجيبهم لازم اخلق معادلات ثانيه، وعشان نخلق معادلات ثانيه قلنا لازم نلجا لما يسمى بالباوندري كونديشنز. اول باوندري كونديشن عندك ان ساي على طول تغيرها مع البوزيشن لازم تكون داله متصله، معنى كده انت دلوقتي بتقول انه ساي هنا بصفر وساي هنا هي عباره عن الداله دي. عند الباوندري اكس بتساوي صفر المفروض ان ساي من الريجن 2 تساوي ساي من الريجن 1، وبالتالي معنى كده لو انا حطيت الاكس بصفر هنا يبقى هنا ساين صفر بصفر وساين صفر بواحد، يعني الكلام ده يطلع اي 1، الاي 1 دي جت من داله ريجن 2، ريجن 1 بقى قيمه الداله بصفر يبقى الاي 1 تساوي صفر، يبقى ده اول باوندري كونديشن. الباوندري الثاني هروح اقول عند الاكس باي
صح كده؟ الاكس بايه؟ يعني اروح احط الاكس قيمتها ايه؟ وطبعا احنا طبعا لما حطينا الاي 1 بصفر يعني الترم ده راح خلاص، اداني الترم اللي اسمه ايه 2 ساين كي اكس، فاروح عند الاكس بايه؟ هيبقى ساين اوف اكس تساوي ايه؟ بتساوي ساين كي ايه. المفروض ان هي الداله بتاعتي دي اللي هي هنا المفروض تساوي الداله بتاعت ريجون 3 اللي هي اوريدي بصفر. طيب المعادله دي عشان تتحقق عندك حل من الاثنين، يا اما تحط الاي 2 بصفر فبالتالي المعادله دي تساوي صفر، ولو انا حطيتها بصفر ده طبعا تريفيال سوليوشن لان مفيش ويف الامبليتيودز بتاعتها كلها بصفر، يبقى كلام غير منطقي، يبقى لازم اكيد الترم الثاني اللي هو ساين كي اي ده هو اللي لازم يكون بيساوي صفر. طب نبص على داله الساين، نلاقي داله الساين بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن داله بتروح للصفر عند النودز دي، عند الباي، عند الاثنين باي، عند مضاعفات الايه؟ مضاعفات الباي. وبالتالي ممكن اقول الكونديشن ده ان كي اي بتساوي مالتيبل اوف باي او بتساوي ان اوف باي، والان ده عباره عن واحد واثنين وثلاثه وهكذا. يبقى انا كده قدرت اجيب علاقه للكي عباره عن الكي، الكي عباره عن باي على ايه او 2 باي على ايه او 3 باي على ايه او 4 باي على ايه، يبقى ليها قيم كتيره جدا فانكشن اوف ان، والان ده عدد صحيح. وطالما جبت الكي لو بصيت فوق كده تلاقي ان الكي كنت انت اصلا معرفها بدلاله الانرجي، وطالما جبت الكي يبقى انت كده جبت مين؟ جبت الانرجي بتاعت البارتكل جوه ريجون 2. طيب الكونديشن اللي بعد كده اللي احنا هنعمله نروح نقول الاتي، نقول والله داله ساي اهي، لو انت جبت داله ساي وضربتها في الكونجكت بتاعها وبعدين كملت الكلام ده من ماينس انفينيتي لانفينيتي وسويت الواحد هتعمل كده، داله الاي ساي اهي والكونجكت هو هو، فلما تضربهم في بعض يبقون ايه تربيع ساين كي تربيع كي اكس، وهكامل طبعا من ماينس انفينيتي لانفينيتي، ونلاحظ ان التكامل حصل له ريدكشن من ماينس انفينيتي لانفينيتي لصفر لاي لان الداله دي اصلا مش موجوده الا من صفر لاي، واساوي الكلام ده بواحد. طبعا التكامل ده سهل، ساين تربيع عباره عن نص في واحد ناقص كوساين 2 كي اكس نكامل ونعوض بحدود التكامل، وبالتالي هيبقى المجهول عندي بس مين في المساله؟ ايه 2 هيطلع بجذر 2 على ايه؟ وبالتالي يبقى انا كده حليت شرودنجر ايكويشن وطبقت الباوندري كونديشن عشان اجيب الثوابت، وده شكل الايه؟ الويف فانكشن. طبعا الويف فانكشن فانكشن في ان، والان دي متغيره قيم صحيحه، وبالتالي فانت عندك ويف واحد واثنين وثلاثه واربعه الى اخره، وكل ويف زي ما اتفقنا بمظهرها انرجي، والانرجي زي ما احنا اتفقنا هي برضو فانكشن في الان، والانرجي قلنا هنجيبها بمساوي الكي القيمه الاولانيه بدلاله الاي والقيمه الثانيه اللي جبتها من الباوندري كونديشن الثاني، وبالتالي يبقى الاي بتاعتي هي عباره عن اتش بار سكوير في ان سكوير باي سكوير على 2 ام اي سكوير، وفانكشن في الان يا جماعه، ومعنى كده انه لما الان يساوي واحد هتبقى في اي، ان ب2 يبقى في اي، وبالتالي بنتكلم ان الانرجي اوف ذا بارتكل بتبقى كوانتايزد. كلمه كوانتايزد يعني ليها قيم محدده، يعني كده ما ينفعش اي قيمه، لازم قيم من القيم اللي احنا بنقول عليها دي، وده الحقيقه بيناقض او بيتناقض مع الريزلتس اوف كلاسيكال فيزيكس، وده اول تناقض بين الكلاسيكال فيزيكس والكوانتم والكوانتم فيزيكس. طيب لو انت اوريدي عندك الويف اهيت وعندك الانرجي ورحت رسمت عند ديفرنت فاليوز اوف ان، رسمت قيمه الويف فراح احط الان بواحد وارسم الداله بتاعتي ساين باي على اي في اكس اهي، احط الان ب2 ارسم الويف الثانيه، احط الان ب3 يطلع لي ساين ثانيه، طبعا الساين فانكشن في ان، فكل ما الان بتزيد كل ما الفريكوانسي لداله الساين بيزيد زي ما احنا شايفين، او عدد البيكس، يعني ان ب1 انا عندي 1 بيك، ان ب2 عندي 2 بيكس، ان ب3 عندي 3 بيكس، وهكذا عادي البيكس بيزيد كل ما الان بتزيد، وطبعا مصاحب لزياده الان كمان زياده الايه؟ زياده الانرجي، لان موجوده في الايه؟ في الباست بتاع الاي، وبالتالي كل ما الان بتزيد كل ما الانرجي بتاعتي بيحصل ان هي تزيد. طبعا الفرق ايه بين الكيرفات المرسومه باللون الاحمر والكيرفات المرسومه باللون الازرق؟ اذا كان هي دي ساي اوف اكس اللي هي الاحمر، فالمرسومه بالازرق تمثل ابسوليوت ساي تربيع، او بمعنى البروبابيلتي دينستي فانكشن او احتماليه وجود الالكترون. المفروض انت لو جيت على الداله دي وكملتها من صفر لايه، المفروض التكامل ده يعني المساحه تحت المنحنى تطلع بواحد. طيب بس احنا بنقول ان من الاحتماليه، معنى كده ان احتماليه وجود الالكترون لما يكون طاقته اي واحد هتبقى مختلفه حسب البوزيشن، بس اكبر احتماليه فين؟ في نص البوتنشال ويل، صح كده؟ لكن لما طاقته تزيد لاي 2 هنلاقي ان هو احتمال يبقى موجود في اماكن برضه مختلفه، بس اكبر احتماليه تبقى موجود في البوزيشن ده والبوزيشن ده، يبقى ده عباره عن احتماليه وجود الايه يا جماعه؟ الالكترون عند طاقات مختلفه.
طيب ده اكزامبل بسيط، بيقول لي احسب اول 3 انرجي ليفل زي ما احنا شايفين لالكترون موجود في بوتنشال ويل، والبوتنشال ويل ده الويتس بتاعه 5 انجستروم. فكل بساطه هروح اقول ده الانرجي اللي احنا حسبناها واستنتجناها من حل مساله شرودنجر لانفينيت بوتنشال ويل، وهي بتتناسب طردي مع ان سكوير وعكسي مع اي سكوير و2 ام او كتله البارتيكل، وانا عندي بتكلم على الالكترون، فبروح اعوض في كل البارامترز دي، المجهول بس عندي او المتغير هيبقى ان، مره احطه بواحد، مره احطه باثنين، مره احطه بثلاثه عشان اجيب اول 3 انرجي ليفلز. وطبعا القيمه بتطلع بالجول، فانت بتحولها بدل ما تقعد كل مره تتكلم في حاجه تايم 10 باور ماينس 19، فبتحولها الى الكترون فولت، فبتقسم على 1.6 تايم 10 باور ماينس 19 اللي هي شحنه الالكترون، وبالتالي قيمه الطاقه تقدر تحسبها بالالكترون فولت، فتلاقي اول 3 انرجي ليفل هم القيم اللي قدامنا دي. طبعا ملحوظه مهمه هنا ان الانرجي بتتناسب عكسيا مع الويتس اوف ذا بوتنشال ويل، وبالتالي كل ما الويتس بيزيد كل ما الانرجي بتاعتي بتقل والعكس صحيح. التاني اكزامبل هنتكلم عليه هو البوتنشال بارير اند تانلينج. ايه الاكزامبل ده؟ بكل بساطه لو انت عندك هنا بارتكلز موجوده في الشمال، والبارتكلز دي ليها طاقه اسمها اي، او البارتكل نفسه له طاقه اسمها اي، وبدا يعمل ترافلنج، بدا يتحرك من اقصى الشمال من ماينس اكس في اتجاه بوزيتيف اكس، وقابل البارتكلز دي قابلها بارير، قابلها منحدر طاقه، الطاقه دي اعلى من الاي نوت، الفي نوت اعلى من الاي نوت، معنى كده ان الالكترون مش هيقدر يتسلق البارير ده، وبالتالي هيحصل ايه؟ ريفليكشن، ان الويف هتسقط وتنعكس من البارير ده، وده اللي قال عليه الكلاسيكال فيزيكس، ده اللي قال عليه واكد عليه الكلاسيكال فيزيكس. فهل الكوانتم فيزيكس، هل شرودنجر لو انا حليت المساله دي بشرودنجر ان عندي الكترون هنا بيتحرك من ماينس اكس في اتجاه اكس، هل هيقدر يخترق بارير؟ البارير ده طاقته اعلى من طاقه الالكترون، ده اللي احنا عايزين نستنتجه. الحقيقه هنستنتج ان ده هيحصل، وده هنسميه معنى كلمه تانلينج. يبقى تانلينج هو ان في بارتكل او في كارير، الكارير ده عنده طاقه، طاقته اعلى، طاقته اقل من بارير قدامه، بارير ده برضو عنده طاقه، وهيقدر يخترق البارير ده وينتقل للجانب الاخر. احنا بقى عايزين نشوف الانتقال ده نسبته باستخدام شرودنجر، ونشوف احتماليه التانلينج ده بنقيسها ازاي، وهي الترانسميشن ريشيو بتاعتنا. طيب طبعا احنا برضو اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت ان لما يكون عندي الكترون في الفري سبيس اقدر بالظبط اعوض في الشرودنجر ايكويشن، احط الفي بتساوي صفر واستنتج الويف فانكشن للبارتكل هنا، وده اللي احنا عملناه. الاول اكزامبل حلناه على الشرودنجر ايكويشن هو استنتاج الويف فانكشن الخاصه بالبارتكل في الفري سبيس. فانا بالنسبه للبارير بوتنشال، مساله البوتنشال بارير، انا عندي هنا الفي بتساوي صفر في المنطقه دي، والفي بتساوي صفر في المنطقه دي، وهنا الفي بتساوي في نوت، كويس؟ فكل بساطه يبقى هنا هيبقى عباره عن الويف، عبارة عن ويف بتتكون من فورورد ويف وباكورد ويف، وهنا في ويف تانية عبارة عن فورورد وبرده وباكورد، وقلنا نجيب الحلين دول من ايه؟ من الحل في تعويض في معادلة شرودنجر، بس احط الفي بصفر وابدا اشوف الفاي الساي اللي تحقق المعادلة دي. بالنسبة للمنطقة اللي هي فيها في بتساوي في نوت مش بصفر، هنلاقي الحل بتاعي عبارة عن نفس الويف فانكشن برده فورورد وباكورد، ولكن الكي 2 اللي هي الثابت بتاعي هتلاقي يظهر هنا قيمه الفي نوت، طبعا هنا ما ظهرش حاجه للفي لان الفي بكام؟ الفي بصفر. فتبقى عارف اوريدي ان انت ما تحل الشوردنجر ايكويشن بفي تساوي كونستانت، هيبقى الحل بتاعك عباره عن ويف زي ما انت شايف كده، جزء بيمثل ترافلنج ويف في اتجاه اكس، وجزء بيمثل ترافلنج ويف بتتحرك في اتجاه ماينس اكس. طيب هنكمل بقى نقول طيب الحل هنا منطقي جدا، الحل في المنطقه دي موجه راحه وموجه راجعه، لانه الويف اللي هتسقط على البارير شيء طبيعي، مش كلها هتعدي، في جزء هيعدي في جزء هينعكس، فهنا في انسيدنت ويف وفي ريفلكتد ويف. لكن الموجه خلاص او الالكترونات اللي انتقلت للريجون 3 هنا، نلاحظ انه لما تنتقل هنا ما فيش حاجه بتاثر عليها، يعني مش اي حاجه هتجبرها ترجع تاني، وبالتالي الباكورد ويف اللي هي الجزء الباكورد رياضيا حصلنا عليه، لكن هو لوجيك مش هيساوي، مش هيبقى له قيمه، وبالتالي البي 3 تساوي كام؟ تساوي صفر. طيب احنا عندنا دلوقتي الويفز بتاعتنا ساي 1 وساي 2 وساي 3، وطبعا دي اسمها اي 2 وبي 2، معلش صلحوها. الساي فانكشنز اللي احنا حصلنا عليها دي فيها ثوابت كتير، الايهات والبيهات وقيمه الانرجي، احنا مش عارفين الكلام ده نجيبه منين، وعلشان نقدر نجيب الحاجات دي قلنا بنطبق الباوندري كونديشنز اللي هي داله الساي داله متصله، وداله تفاضل الساي داله متصله، راجع الباوندري كونديشن اللي اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت. طبعا داله الساي عندي داله هنا وده اللي هنا وده اللي هنا، عندي الباوندري اللي اسمه اكس صفر، هلاقي ان ساي 1 تساوي ساي 2،
وعندي الباوند اللي اسمه اكس اي الاقي ساي 2 تساوي ساي 3، فاروح احط هنا اكس بصفر واحط هنا اكس بصفر واساوي الاثنين ببعض، واحط هنا الاكس بصفر بايه واحط الاكس بايه واساوي الاثنين ببعض. الكلام ده هطبقه على الساي واطبقه على ساي دوت او تفاضل داله الساي. طبعا لما تعمل الكلام ده هتخلق لك معادلات تقدر تحلها مع بعضها وتقدر تحسب كل الثوابت اللي انت عايزها. طبعا لو انا حسبت الثوابت خلاص، ممكن بقى اجي اقول ايه، اقول لو انا قسمت ايه 3 مودلس تربيع وايه 3 تمثل الامبليتيود للترانسميتد ويف، وقسمتها على الاي 1 اللي هو الامبليتيود اوف انسيدنت ويف، يعني الامبليتيود للموجه اللي انتقلت على الامبليتيود للموجه اللي ايه اللي سقطت، بس انا هقسم الامبليتيود تربيع اللي بتكلم على كميه الترانسميشن كباور. يبقى الترانسميشن ريشيو دي هتبقى عباره عن ايه؟ ممكن طبعا انا حسبت الثوابت استخدم حسابات الثوابت ان احسب التي، والتي ده هنسميه الريشيو اوف ترانسميشن او بروبابيليتي اوف تانلينج، وهتطلع بالشكل ده. تطلع عباره عن علاقه في الاي والفي نوت، وهتطلع علاقه في الكي في الكي 2 والاي. طيب الكي 2 هو اصلا عباره عن فانكشن برضو في الفي نوت ناقص الاي، وفانكشن في كتله الالكترون او كتله البارتكل. معنى كده ان البارتكل لو كتلته كبيره يبقى هنا الكي 2 هتبقى كبيره، وبالتالي كي 2 لما تكبر خلي بالك من النيجاتيف بولاريتي في الاكسبوننشال، يبقى معنى كده الترانسميشن يقل، يبقى الترانسميشن يزيد لو الالكترون كتلته قليله. نفس الكلام لو الويدث بتاع التانل، لو الويدث بتاع التانل قيمته صغيره معنى كده الترم ده هيبقى كبير والترانسميشن فرصته هتبقى كبيره. يبقى التانلينج هنا بيبقى فرصته كبيره جدا، البروبابيلتي بتاعته بتبقى فرصتها كبيره جدا لو الثيكنس بتاع البارير بوتنشال قيمته ايه صغيره. قيمته صغيره بالنسبه لمين؟ قيمته صغيره بالنسبه للويف لينث بتاع الايه بتاع الالكترون اللي بيتحرك. احنا اتفقنا انه في الكلاسيكال فيزيكس اي الكترون عنده طاقه لو قابل بارير طاقته اعلى، بالتالي الالكترون هيحصل له ريفليكشن مش هيحصل له ترانسميشن. هو ده الكلاسيكال فيزيكس. يبقى الكلاسيكال فيزيكس حكم على عمليه التانلينج عن طريق الانرجي فقط، لكن انت باعتبار الكوانتم فيزيكس انها بتحكم على المساله انه الالكترون ده مش بارتكل، الالكترون كمان عنده ويف، وبالتالي انا ممكن ابص كمان للويف لينث بتاعه البارتكل ده. فالويف لينث او خطوه الالكترون لو هي اكبر من السيكنس او الدبث الخاص بالبوتنشال واللي يقدر ان هو يكفر ويعمل تانلينج ويعدي للناحيه الثانيه وات ايفر الانرجي بتاعته ايه، مع الاعتبار انه برضو التي بتتناسب طرديا مع الاي وتتناسب عكسيا مع الفي، فكل ما الاي بتزيد طاقه الالكترون بتزيد فرصه الترانسميشن بتزيد، وكل ما الفي نوت طبعا بتقل كل ما فرصه الترانسميشن برضو بتزيد. يبقى هنا معنى كلمه تانلينج ان في الكترون له طاقه اسمها اي نوت بيقابل بارير طاقته اعلى من طاقه البارتكل بتاعي، هينتقل للناحيه الثانيه ويبقى فرصه انتقاله كبيره، احتماليه انتقاله تبقى كبيره لو اتحقق ان التانل ده الثيكنس بتاعه بيبقى ايه يا جماعه صغير with respect to الايه الويف لينث بتاع الويف. طيب نتكلم على بقى الالكترون لو الانرجي بتاعته قيمتها 2 الكترون فولت وقابل بارير قيمته الطاقه بتاعته 20 الكترون فولت والويتس بتاعه 3 انجستروم، يقول لي احسب البروبابيلتي اوف الكترون تانلينج، اكنه بيقول لي احسب بالظبط الترانسميشن، والترانسميشن اتفقنا بيعتمد على الحاجات دي. فبالتالي الكي 2 عباره عن سكوير روت ل 2 ام في نوت ناقص اي على اتش بار سكوير، عندي الفي نوت وعندي الاي وعندي الام، ده عباره عن الكترون كتله الكترون اللي هي 9 و11 من 100 في 10 اس ناقص 31، والاتش بار طبعا قيمتها معروفه اللي هي اتش على 2 باي. اجيب الكي 2 اروح احطها هنا واضربها في 3 انجستروم اللي هو الويث بتاع البارير، وهعوض بقى اجيب الترانسميشن، لا الترانسميشن بتاعي قيمته تساوي 3.17 تايمز 10 باور ماينس 6. طبعا قيمته تكاد تكون صغيره، لكن خلي بالنا ان دي ترانسميشن ريشيو، بمعنى لو اتضربت في عدد الالكترونات اللي ساقطه اللي تعتبر كتيره جدا، المفروض في الاخر هتديني نسبه مش قليله من الترانسميشنز او من الالكترونات اللي تعمل ترانسميشن للبارير. بعد كده هنتكلم بقى، احنا طبعا اتكلمنا على تطبيق معادله شرودنجر واتفقنا ان انت عشان تكمل الحل لازم تطبق الباوندري كونديشن، واتكلمنا على تو كونسبتس والاثنين كونسبت دول الحقيقه بيعتبروا بيختلفوا مع الكلاسيكال فيزيكس. طيب دلوقتي هنتكلم بقى على الكترون واحد موجود في ذره والذره كمان معزوله، يبقى ذره لوحدها، يعني اتفقنا في الكريستالز عندي ذرات كتير جنب بعض، انا بتكلم على ذره واحده بس، ذره معزوله مش جنبها اي حاجه، والذره فيها الكترون واحد. عايز احل المساله دي باستخدام شرودنجر. طبعا احنا عارفين ان الاتوم من توصيف بوهر انه الاتوم دي بتتكون من نيوكلس، النيوكلس فيها بوزيتيف تشارج وبيريفولف حواليها بيدور حواليها الكترون له نيجاتيف تشارج، ونتيجه ان في قوه
جذب او اتراكشن بتتم بين البروتون وبتتم بين الالكترون، معنى كده بتخلي الالكترون دايما بيدور في مدارات حول الايه؟ حول الاتوم. طبعا سهل جدا تقدر تحدد البوتنشال انرجي او القوه المؤثره على الالكترون ده، وطبعا انت خدت قانون كولوم، ومن قانون كولوم تحسب الفورس، ومن الفورس تقدر تحسب الفي او البوتنشال انرجي اللي ممكن ياثر على الكترون بيرفولف حوالين اتوم او نيوكلس فيها شحنه موجبه، وهي تطلع في الاخر دي عباره عن ماينس اي سكوير، والاي هي شحنه الالكترون على 4 باي ابسلون نوت ار، والابسلون نوت ده ثابت بنسميه البرميتيفيتي اوف فري سبيس، قيمته 8.85 في 10 اس ناقص 12، والار ده عباره عن نص القطر اللي هو المسافه بين الالكترون والمدار اللي فيه الالكترون والايه والنيوكلس بتاعه. طب انت جبت الفي، الفي فانكشن في ار، المفروض انت كنت بنعمل ايه عشان نحسب الويف اللي هيعملها الالكترون، الانرجي بتاعت الالكترون اللي ممكن ياخدها؟ كنا بناخد الفي ومن الفي نروح نعوض في شرودنجر ايكويشن، دي شرودنجر ايكويشن بتاعتنا، دي اللي اسمها تايم اندبندنت شرودنجر ايكويشن. بس دلوقتي الفي فانكشن في ار، والار ده بنسميه البوزيشن فيكتور، تمام كده، لكن معادله شرودنجر فانكشن في اكس، واكس مش هي الار. فانت رقم واحد لازم تعمل ترانسفورميشن الاحداثيات من الكارتيزيان كوردينيت سيستم للسفيريكال كوردينيت سيستم، تغير الاحداثيات من الاحداثيات الكارتيزيه للاحداثيات الاسفلكيه اللي فيها ار وثيتا وفاي، بدل ما يبقى عندي اكس واي زد عندي ايه ار ثيتا فاي. الحاجه الثانيه، المعادله دي بتفاضل بالنسبه لاكس بس، اكنك بتقول ان الويف بتاعت الالكترون او حركه البارتكل بتاعتي بتبقى في بعد واحد اللي هو بعد اكس، لكن لما تتعامل مع اتومز المفروض ان انت بتقول ان الحركه بتاعتك في سفير، حركه في الثلاث اتجاهات، وبالتالي مش هيبقى تفاضل بالنسبه لاكس بس، هيبقى تفاضل بالنسبه لار وسيتا وفاي، او تفاضل بالنسبه للثلاث اتجاهات اللي هي اوريدي الاوبريتور ده هنسميه نابلا سكوير، ونابلا سكوير ده لما افصله هيبقى عباره عن مجموعه ايه؟ ثلاث تفاضلات، عباره عن تفاضل بالنسبه لار، وتفاضل بالنسبه لسيتا، وتفاضل بالنسبه لايه لفاي، وكل تفاضل منهم طبعا اثنين تفاضل، زي ما احنا كنا بنفاضل بارشل تربيع اكس ساي بالنسبه لاكس تربيع، برضه هنفاضل هنا زي على سبيل المثال بارشل تربيع ساي بالنسبه لفاي تربيع. يبقى انت دلوقتي عندك معادله شرودنجر هتحلها في السفيريكال كوردينيت عشان الفي المعطي ليك معطي في السفيريكال كوردينيت، وكمان هتفاضل بالنسبه للثلاث اتجاهات لان انت بتتعامل مع اتوم والاتوم ليها ثلاث ابعاد. طيب انت طبعا دلوقتي نلاحظ ان ساي اللي بتكلم عليها، ساي اللي بتكلم عليها اصبحت متغيره او عباره بتتغير مع ثلاثه فاريبل. احنا قبل كده ساي اللي كنا بنحلها كانت ساي سهله بتتغير مع بعد واحد اسمها ساي اوف اكس، لكن لما يظهر عندك داله فيها ثلاث متغيرات فالاسهل انك انت تطبق مبدا نسميه السيبريشن اوف فاريبلز، يعني نبدا نبسط المساله ونقول والله الساي عباره عن ثلاث دوال مضروبين في بعض اللي هي داله الار اوف ار، داله سيتا اوف سيتا، داله فاي اوف فاي. نفترض ان انا الساي عباره عن ثلاث دوال مضروبين في بعض، كل داله بتتغير مع متغير واحد فقط، وهستغل الكونسبت بتاع السيبريشن اوف فاريبلز وابدا اعوض بساي دي في المعادله، فلما تعوض بيها في المعادله تحصل على المعادله دي. بص كده على المعادله دي، دلوقتي اصبح الترم ده على سبيل المثال هو عباره عن تفاضل فاي الداله فاي بالنسبه لفاي، وبرضه تفاضل ار بالنسبه لار سمول، وتفاضل سيتا كبيره بالنسبه لسيتا صغيره، فانت كده عملت سيبريشن اوف فاريبلز، تمام كده. طيب نبص كده نلاقي ده عباره عن الترم ده تفاضلات بالنسبه لار، وده تفاضلات بالنسبه لفاي، وده تفاضلات بالنسبه لسيتا، والاخر بيساوي الكلام ده قيمه ثابته. خلي بالك لو حولت ده للناحيه الثانيه يبقى ده قيمه ايه؟ ده قيمه ثابته، لان ار وساين سيتا والكلام ده كل ده قيمه ثابته. معنى كده ايه؟ معنى كده ان اي ترم فيهم لازم في الاخر يقول الى ايه؟ الى قيمه ثابته، وده اللي انا هعمله، هروح اخد الترم ده على سبيل المثال واسويه بثابت، خلاص؟ زي ما هعمل في الترم ده برضه والترم ده برضه، وبعد كده هبدا اشوف والله الثابت اللي انا، الثابت ده بالمناسبه هنسميه ماجنتيك كوانتم نمبر، الثابت ده اللي هو اسمه ام، انا حطيت هنا ثابت ماينس ام تربيع، ماينس ام تربيع، والام ده الثابت اللي بتكلم عليه، هبدا اشوف بقى فاي داله فاي بفاضلها مرتين تطلع لي ماينس ام تربيع في الداله نفسها، اضرب الفاي هنا، انا الحته دي قابلتنا قبل كده، يبقى الفاي اللي بتحل المعادله هي اي اس جي ام فاي، والام ده عباره عن ثابت قيمه بالمنظر اللي قدامنا ده. طيب انا ممكن اجنرالايز المساله على الترم الثاني تفاضل بالنسبه لار وتفاضل بالنسبه لسيتا، هساوي ده بثابت واساوي ده بثابت، فلو سويت ده ثابت هساويه بثابت اللي هو ال، وهساوي ده بثابت اسمه ايه؟ ده هسويه بثابت اسمه ان، وده هسويه بثابت اسمه ال، وبالتالي يظهر عندي ثلاث ثوابت اللي هم الان والال والام، يبقى الام والال والان دي ثوابت ظهرت ان انا سويت كل مجموعه بايه؟ بثابت مختلف عن الثاني. الثابت اللي اسمه ان ده بنسميه البرنسبال كوانتم نمبر، ال بنسميه الازموزل او الانجولار كوانتم نمبر، والام بنسميه الماجنتيك كوانتم نمبر. طبعا البارامترز دي اللي هي الكوانتم نمبرز دي لما استنتجوها لقوا ان في علاقات بينها، ان ال n لما تساوي واحد ال l تساوي n ناقص واحد واخرها الصفر،
والام بتساوي ال، وال ناقص واحد واخرنا الصفر. بس ناخد بالنا ان الام كمان مودلس، بمعنى الان لو سوت واحد يبقى ال بتساوي صفر لانها ان ناقص واحد، والام هي كمان بتساوي ال يبقى سوا الصفر. لكن الان لما بتساوي 2 يبقى ال هتساوي كام؟ هتساوي 2 ناقص 1 يعني 1، وتنقص كمان 2 يبقى 1 و0، يبقى ال تساوي 1 و0. طب والام؟ الام طبعا عندي ال بواحد، هتبقى الام بتاعتي عباره عن 1 و0 وسالب 1، لان دي اسمها مودلس ام. مودلس ام يعني تاخد كل قيم ال الموجبه والسالبه. طبعا الصفر ملوش موجب وسالب، ال بس هي ليها موجب وايه وسالب لما تساوي 1 او 2 او الاخر. وطبعا الان لما تساوي بقى ال لما تساوي واحد يبقى الام هتساوي واحد وسالب واحد وصفر وهكذا. يبقى دي علاقات تقدر تستنتج لما يكون عندك فاليو لل، تقدر تستنتج الفاليو بتاعت ال، ان تقدر تستنتج ال، وتقدر تستنتج من ايه؟ الام. طبعا الويف فانكشن بتاعتي اللي هي تعتبر حاصل ضرب الثلاث دوال اللي هي ار الكبيره في سيتا في يا جماعه في فاي، دي تديني ساي، وساي الكبيره ده هي دي اللي اوريدي بنحصل عليها من حل شرودنجر ايكويشن. بس احنا في اي مساله شرودنجر مش بنحل بس الساي، ده احنا بنحل الساي ونجيب كمان الانرجي. فالانرجي بتاعت البارتكل اللي هو الالكترون اللي بيدور حوالين النواه هو عباره عن ماينس ام 0 كتلته في اي باور 4 اللي بنسميها الريست ماس في اي اس 4 على 4 باي ابسلون نوت تربيع في 2 اتش بار سكوير ان سكوير. ان سكوير ده او الان ده هو البرنسبال كوانتم نمبر، عشان كده سموه البرنسبال لانه قيمته الوحيده اللي بتدخل في تحديد الانرجي بتاعت البارتكل. وطبعا الاشاره النيجاتيف هنا بتعني ان الانرجي دي باوندد للالكترون، الكترون باوند للايه؟ للنيوكلس. تمام كده، الالكترون مرتبط بالايه؟ بالنواه. طيب الان هنا كل ما بتزيد كل ما الاي بتقل، معنى كده ان الان كل ما بتزيد كل ما بعدت عن الاتوم اكتر، بعدت عن النواه اكتر، وبالتالي طاقه الايه؟ الربط بتقل مع النيوكلس. طيب تعالى نفهم الكوانتم نمبرز باسلوب اخر. دلوقتي اتفقنا ان الان بواحد او الان باثنين او الان بثلاثه او الان باربعه، دي بتحدد الاوربت اللي انت فيه رقمه كام، وبالتالي بحدد الطاقه بتاعت الاوربت. يعني الالكترون الموجود في ان واحد عنده طاقه، الالكترون الموجود في ان اثنين عنده طاقه ثانيه، الالكترون الموجود في ان ثلاثه عنده طاقه ثالثه. اوريدي قلنا بنحكم عليها منين؟ بنحكم عليها من المعادله دي، كل ما الان بتتغير كل ما طاقه الاوربت مالها بتتغير. لكن الالكترون الموجود في الان واحد تمام كده، ايه شكل الاوربت بتاعه؟ الشكل الاوربت ممكن يكون كده وممكن يكون كده وممكن يكون اي شكل تاني، صح كده؟ يبقى ال ال هنا وظيفتها تحدد الشيب بتاع الاوربت، الشيب بتاع الايه؟ بتاع الاوربت. طيب احنا اتفقنا ان ال ان بواحد من الحسابات اللي اتكلمنا عليها قبل كده، قلنا لما ال ان تساوي واحد يبقى ال تساوي ان ناقص واحد واخرنا الصفر. معنى كده ال ان بواحد معنى كده ان انا عندي ال بصفر، يبقى ممكن هو ده الاوربت اللي بنتكلم عليه اللي هو يناظر ال بصفر. لكن لما اقول لك ال ان باتنين، الان باتنين يعني ال لا اما واحد لا اما صفر. يعني بمعنى اخر لو الكترون موجود في المستوى ان يساوي واحد دايما هيدور في شكل الاوربت ده، هيدور في شكل ايه؟ في شكل دائري زي ما احنا شايفين. لكن لو الالكترونات موجوده في المستوى رقم اتنين ممكن تدور في الشكل ده وممكن تدور في الشكل ده، يعني بدل ما تدور حول النواه النيوكلس في الايه؟ في النص، وهي بتدور حواليها في شكل دائري كده، لا ممكن النيوكلس هنا وهي بتدور بالشكل ده كده اهي، تعمل حركه على الشكل ده. طبعا الحركه دي معنى كده ان ال هنا اصبح بكام؟ بواحد. يبقى ال تغير قيمه ال بتعني ان الاوربت قيمته او شكله اتغير. لاحظ هنا انه كانت دايره واحده خلاص كده اتقسمت الدايره لجزئين، يبقى كده ال اللي كانت بصفر بقت بواحد. طبعا لو قسمت الدايره لاربع اجزاء يبقى كده عندي ايه؟ عندي ال باربعه وهكذا، على حسب ما بتقسم السفير دي بتقسمها لايه؟ لكام بارتيشن تقدر تسمي قيمه ال. طيب دلوقتي يبقى ال n بتحدد الاوربت رقمه كام وتحدد الانرجي بتاعت البارتكلز الموجوده في الاوربت ده. ال l بتحدد الشيب بتاع الايه؟ بتاع الاوربت اللي بيدور فيه الالكترون، شكله عامل ازاي. لكن لما ابص كده هلاقي انه الاوربت ده على سبيل المثال الاوربت اللي هو عند ال بواحد ده اتجاهه اتجاه زد، يعني الالكترون بيتحرك كده اهو تمام كده، بس واخد الاورينتيشن بتاع اتجاه زد. طيب لكن ممكن الاوربت ده يبقى واخد الاورينتيشن بتاع اكس، ممكن يبقى واخد الاورينتيشن بتاع مين؟ بتاع واي، نفس الاوربت نفس الشيب بس يبقى له كذا اورينتيشن. كلمه كذا اورينتيشن يعني ايه؟ كذا اورينتيشن معناها انه قيمه ام اللي هي الماجنتيك كوانتم نمبر هتظهر في الصوره اللي هو بنسميه الاورينتيشن اوف ذا اوربت. على سبيل المثال لما اقول لك ال ال بصفر، هل ال ال بصفر تعادل كام؟ تعادل ام بصفر، معنى كده ان مفيش اورينتيشن. يبقى اما ال ان تساوي واحد ال ال هتساوي صفر والام هتساوي صفر، لانه الام مفيش اورينتيشن في الايه؟ في الليفل ده، ده مهما لفيته تمام كده هيدي نفس الشكل. لكن ده لو لفيته يدي شكل مختلف. بص كده لو ده اهو ده الاوربت بتاعي، لو اتلف هيدي شكل مختلف، لو اتلف هو يدي شكل مختلف تاني. وبالتالي ال ال بواحد هنا تناظر ثلاث امات، ام بواحد وبسالب واحد وايه؟ وصفر.
صح كده؟ يبقى تغير الام هنا معناها ان ممكن تعمل اورينتيشن، تعمل توجيه للاوربت فين؟ في اتجاه من الاتجاهات الثلاثه اكس او واي او ايه او زد. يبقى ده معنى ببساطه جدا الكوانتم نمبرز، الان بترمز للاوربت والانرجي بتاعته، ال بترمز للشيب الخاص بيه، والام بترمز لايه؟ للاورينتيشن بتاعه. طبعا كل ما الفاليو بتاعت ال زادت، كل ما الاورينتيشن اللي تقدر تعملها بتقدر انها ايه؟ تزيد. طيب احنا اتفقنا دلوقتي ان الساي هي الويف اللي هيعملها الالكترون اللي بيدور حوالين النواه، وفانكشن في الكوانتم نمبر ان وال وام. طب لو انا دلوقتي حطيت الان بواحد وحطيت ال بصفر وحطيت الام بصفر، فاني بجيب دلوقتي الويف فانكشن بتاعت الالكترون، اقرب الكترون او اول الكترون موجود في اول مدار حوالين النواه. طبعا لو انت جبت الساي وجبت الساي كونجيجيت وضربتهم في بعض، تقدر انك انت ترسم احتماليه وجود الالكترون. فاحتماليه وجود الالكترون زي ما احنا شايفين كده هي احتماليه مختلفه حسب البوزيشن، لكن اقصى احتمال موجود في البوزيشن ده اللي هو يعادل 0.5929 انجستروم، يعني معناها انه اكبر احتماليه الالكترون موجود فين؟ موجود على البعد نص انجستروم من النيوكلس. والحقيقه ده اوريدي ماتشد مع البوهر ريديوس، او اللي قاله بوهر ان الالكترون هيدور حوالين النيوكلس على بعد 0.5529 انجستروم. يبقى احنا دلوقتي اكن شرودنجر جاب الويف ايكويشن لاول مدار، وقدر يرسم احتماليه وجود الالكترون مع البوزيشن، ولقى ان اكبر احتماليه على نفس البعد اللي ذكره بوهر في دراسته. تمام كده؟ يبقى ده فاليديشن لنتائج شرودنجر على 1 ايزوليتد اتوم ويز 1 الكترون. هنا بقى مسألة بسيطة، يقول لي طيب انت عندك الكترون موجود في اتوم ايزوليتد، فانت احسب لي اول فيرست 3 انرجي ليفل. طبعا انت عندك ريليشن خاصة بالانرجي، فتقدر انك انت تعوض فيها مباشرة، تحط الان بواحد واثنين وثلاثة، تقدر تحسب الطاقات المختلفة لاول ثلاثة انرجي ليفل. وطبعا الاشارة السالبة زي ما اتفقنا بتعني ان انا باوند للنيوكلس، وكل ما قيمة الان بتزيد كل ما القيمة دي بتقل، يعني قوة الربط مع النيوكلس قيمته بتقل. طيب احنا قدرنا نفسر الالكترون حركته ازاي، الويف بتاعته عامله ازاي حوالين النيوكلس، والانرجيز اللي ممكن ياخدها وهي برضه ديسكريتايزد او كوانتايزد، وفي نفس الوقت قدرنا نحسب الكلام ده لوان اتوم. احنا ممكن نجنرالايز المساله بقى ونقدر نفسر الجدول الدوري باستخدام شرودنجر، بس عشان نقدر نستكمل الصوره لازم اضيف تو كونسبت. ايه هو التو كونسبت؟ رقم واحد، احنا اتكلمنا ان شرودنجر تعرفنا فيها على حاجه بنسميها 3 كوانتم نمبرز، اللي هي بتوصف حركه الالكترون في الاوربتس المختلفه حوالين الاتوم، اللي هم الان والال والام. لكن الحقيقه الالكترون مش بس بيتحرك في اوربت، لكمان بيتحرك حركه حوالين مركزه، بنسميها الكترون سبين، بنسميها الكترون سبين. تمام كده؟ الكترون سبين او انجولار مومنتوم. الالكترون سبين ده لو اتحرك الالكترون في اتجاه عقارب الساعه حوالين مركزه، غير ما يتحرك في اتجاه عكس عقارب الساعه. الكلام ده بنميزه بالرمز اس، فالاس خد بوزيتيف هاف غير ما ياخد نيجاتيف هاف، معنى كده ان اتجاه الحركه بتاعتي اتجاهه اختلف. تمام كده؟ وبالتالي يبقى الكوانتم نمبرز بتاعتك هتبقى عباره عن الان والال والام اللي احنا وصفناهم، وفي نفس الوقت السبين اللي هو الروتيشن حوالين الاكسس للالكترون نفسه، وطبعا ده بياخد رمز الاس، والاس ممكن يكون موجب او سالب. يبقى ده اول حاجه مهمه. معنى كده ان الالكترون هيبقى عنده كوانتم نمبرز، لازم يكون عنده اربعه. اول حاجه موجود في اي مدار، موجود في واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا الى اخره. طب المدار اللي هو موجود فيه شكل الشيب، شكل الاوربت اللي هو اوريدي عمال يدور فيه عامل ازاي؟ وطبعا الاوربت ده الاورينتيشن بتاعه في اكس ولا واي ولا زد. وفي نفس الوقت طب الالكترون اللي بيدور نفسه بقى بيعمل سبين في اتجاه عقارب الساعه ولا عكس اتجاه عقارب الساعه؟ فيبقى عندي دايما اي بارتكل موجود في الذره تقدر توصفه من خلال اربعه كوانتم نمبرز، اربعه كوانتم نمبرز. اللي بيأكد عليه بقى في اكسكلوجن برينسيبال، بيقول انه ما فيش اثنين الكترون ليهم نفس السيت اوف كوانتم نمبرز، يعني كل كوانتم نمبرز له اربع ارقام مختلفين عن الالكترونات الثانيه، مش كده؟ يبقى ما فيش اي اثنين الكترون ليهم نفس مجموعه الكوانتم ايه يا جماعه؟ الكوانتم نمبرز. تعال نتكلم ادى الجدول الدوري، وعايزين نفسر الكلام ده من الجدول الدوري. لو نبص كده في الكيمياء كنا بنقول كده الهيدروجين بنقول عليه 1s1، كلمه 1s1 يبقى عندي اوربت واحد فيه الكترون واحد، واحنا عارفين ان الاس دي كان اخرها انها تاخد 2 الكترون، صح كده؟ لكن ماده زي الاكسجين مثلا عندي 1s2 و2s2 و2b4، الاوربت ده كله مليان، مش كده؟ والاوربت ده كله مليان، وده ناقص 2 لان بي بتاخد 6. ده اللي احنا عارفينه منين؟ عارفينه من الكيمياء.
طب هل الكلام ده نقدر نفصله من شرودنجر ايكويشن باستخدام الكوانتم نمبر وباستخدام الكونسبت اوف سبكترون سبين؟ اه ممكن نعمله جدا. ازاي؟ دلوقتي لو هنفترض ان انا بتكلم على ذره الهيدروجين، فذره الهيدروجين ال n فيها بواحد، عدد الاوربتس هو واحد بس، مش كده؟ ال n بواحد، واتفقنا ال l ايه علاقتها بال n؟ ال l عباره عن n ناقص واحد يعني ال l بصفر، وال m بتساوي ال l، فالام كمان هي بتساوي صفر، والسبين عباره عن بوزيتيف وايه ونيجاتيف هاف. معنى كده ان عندي كام كوانتم ستيت ممكن ياخدها الالكترون؟ الكوانتم ستيت الاولانيه اللي ليها السيت اوف كوانتم نمبرز 1 0 0 نص، والمجموعه الثانيه من الكوانتم نمبرز 1 0 0 ماينس نص، يبقى انا عندي 2 كوانتم ستيتس، كل كوانتم ستيتس متوصفه باربعه كوانتم نمبرز، يبقى انا عندي 2 كوانتم ستيتس موجودين في الاوربت الاولاني في ذره الهيدروجين. عشان كده لو قلنا نفتكر ان الاس ده كبير 2 الكترون، فعلا لان عندي اوريدي بس في عندي 2 كوانتم ستيتس. وطبعا كم الكترون موجود بقى في الكوانتم ستيتس؟ يعني عندي الكترون واحد هو اللي بيعمل اوكيوبي، يعني هو اللي بيشغل الايه الستيت منهم، وبالتالي انت عندك عدد من الالاود ستيت جوه ذره الهيدروجين في الاوربت الاولاني عدده 2 كوانتم ستيت، واحده بس منهم مشغوله بالايه بالالكترونات. تعال نتكلم على ذره ثانيه زي مثلا ذره الليثيوم. ذره الليثيوم لاحظ ان في عندي تو اوربتس واحد واثنين، فالوقتي لو ال n بواحد خلاص احنا عرفنا قبل كده لما ال n تساوي واحد يبقى انا عندي 1 s2، عندي احتمال الالكترونين اوريدي في اثنين الكترون شاغلين الايه الكوانتم ستيتس دي اللي هي تناظر واحد وصفر وصفر وماينس وايه وبوزيتيف هاف. لكن تعالى بقى على الشيل الثانيه، الشيل الثانيه يعني n بتساوي اثنين، n بتساوي اثنين يعني ال l لا اما بصفر لا اما بواحد، لان ال l بتساوي n ناقص واحد لغايه ما اوصل للصفر، وبالتالي ال l لو سوت صفر يبقى ال m هتساوي صفر، والاس برضو معايا بوزيتيف او نيجاتيف هاف، ولو ال سوت واحد فالام ممكن تاخد صفر وبوزيتيف ونيجاتيف ايه هاف، والاس معايا لكل كيس منهم، مش كده؟ معنى كده لو جينا نعد الكوانتم ستيتس الموجوده عندي هنقول كده ان بكام؟ ان باثنين، وال بصفر، وام بصفر، ومعايا بوزيتيف ونيجاتيف هاف، ادي اثنين ستيت. وبعد كده عندي اثنين واحد صفر بوزيتيف ونيجاتيف هاف، اثنين كمان، وعندي 2 1 1 وبوزيتيف ونيجاتيف 2 كمان، وعندي 2 1 ونيجاتيف 1 وبوزيتيف 2 كمان، يبقى هنا الاجمالي 8 اللي هم كام؟ اللي هم 2s2 و2p6. يبقى انا كده بتكلم على النمبر اوف كوانتم ستيتس الموجوده في الشله الثانيه هتبقى 8، صح كده؟ اللي احنا بنكتبها في الاس والبي، لكن عدد الالكترونات الموجوده كام في الشيل دي بقى هو واحد. باجمالي كام بقى؟ 3 في الايه؟ في الليثيوم. الليثيوم كنت بتكلم ان في الشيل الاولانيه في عندي 2 كوانتم ستيتس، في الشيل الثانيه في عندي 8 كوانتم ستيتس، يبقى اجمالي الكوانتم ستيتس في الليثيوم كام؟ 10. لكن عدد الالكترونات كام يا جماعه؟ عدد الالكترونات 3. يبقى هو قدر شرودنجر من خلال الكوانتم نمبرز ومن خلال السبين نمبر ومن خلال الاكسكلوجن برنسبل قدر يفسر الجدول الدوري والاوربتس بتتوزع ازاي وايه الكوانتم ستيتس الموجوده في اي ماتيريال. ارجو ان كنتم استفدتم من المحاضره وفهمتوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.